منحت لي الفرصه باش نجوز كاستينغ تاع كاميرا كافي الجيري. كاميرا كافي هو سيت كوم, برنامج فرنسي كان عنده سكسي في فرنسا, كان كبير ناجح جدا, ناجح والجمهور عجبه بزاف. ومن بعد تم انتاجه في اكثر من 20 دوله اخرى في العالم منها الجزائر. وعيطولي رحت جوزت الكاستينج, اول مره في حياتي نمثل امام كاميرا اول مره. والتم انا نظن حسيت واحد الاطمئنان, حسيت بلي راني في مكاني, راني ندير الحاجه المناسبه ليا, راني ندير حاجه اللي فرحتني. وكان عمرك ما كان عندك هاد الحاجه وانت صغيره؟ ما كنتيش هي شوف انا في الدار يقولوا لك مثلا انت موهوبه, تقول لك المهبوله تاع دير وقت المرايه مع المرايه. نو ما كانتش الحاجه ما كنتش ديرها, بصح انا نظن انه جدي هو اللي زرع فيا حب التمثيل. أوكي. بصح بطريقه غير مباشره. كنا نتفرجوا ذا ليتل هاوس ان ذا بريري, لا بتيت ميزون دون لا بريري, وكان هو يقول لي قلدي وكان يقول لي انا ماشي من جيلي, انا ما نعرفش هذا المسلسل, انا كنت صغير الى انا ما عرفوش, كنت تعرفوا خير مني. وكان يقول لي قلدي لغة إنجالس, ماري إنجالس, وشريرة هذيك نسيت اسمها نيلي. نيلي اكزاكتو نيلي. وهو كان يقول لي قلديهم برك, يعني كنت نلعب بزاف مع جدي. والنهار قلت لك درت الكاستينغ وحسيت ب نو شعور فرح والله واطمئنان, حسيت روحي في بلاستيك ما نقولوا حنايا. والتم اللي بداو يجوني جوستومون لي سوفونير تاع كامل هاد لي مومون اللي كنت نجوزهم مع جدي, وين نقلد ممثلات في ادوار عديده. ومن التم بداو يلحقوا فرص جديده, بداو يتصلوا بيا باش نلعب في السينما وفي التلفزيون الجزائري. بصح انا نظن لا نعتبر باللي مشواري الفني بدا حقيقه ماشي في 2012, بصح عنده سنتين. خاطش كي كملت, كي تخرجت من جامعه السوربون التحقت بشركه امريكيه في, وكنت مختصه في التسويق دونك الماركتينغ. تسمى التمثيل تقدر تقول اعطيت له تقريبا شهر في العام, كنت مخصصة شهر في العام للتمثيل فقط. تسمى في العام كامل ما كنتش نحاول نلعب أدوار أخرى, وكي يجوني فرص ما كنتش قادرة, لأنه في هذاك الوقت وحتى الآن بصح أكثر في هذاك الوقت كنت خايفة, خاطش الاندستري تاع السينما, الصناعة السينمائية في الجزائر مازال ما راهيش واصلة للبوتنشل, قد البوتنشل اللي عندها. وفي هذاك الوقت كفتاة هذا وين تخرجت من الجامعة, كنت حابة ونحب كيف نقولوا حنايا نعتمد على روحي, ما كنتش حابة نقول ماما وبابا عاونوني, ولا كنت حابة نعتمد على روحي ونفسي, وهذا ما كان. دوك ما حبيتش نطلق الخدمة, فالي نكمل وتكون عندي اون سيكوريتي, والفن خليته دو كوتي حتى عندي دونك عامين. تبدلت الحاله, حسيت هذاك الشغف ولا باسيون كامل, حسيت باللي خلاص كاين وقت في حياتك سيكوريتي هذيك تاع يعني الجامعه والسي في كاين. قلت خلاص الان لازم نجرب في عود ما نمد شهر في العام للتمثيل, نمد له 12 شهر وقتي اكثر. اكزاكتومون. وحبيت نخصص كامل وقتي للتمثيل ونحاول هنا في فرنسا, علاش لا في امريكا, علاش لا في العالم العربي, مادابيا anywhere.